حلو قوي. الموبايل ده هو افضل موبايل ب 2600 جنيه هتشتريه لغايه ما يجي موبايل احسن منه. بصوا دايما فئه ال 2600 جنيه الناس بتبقى عايزه كل حاجه في الموبايل، لان هي معهاش غير ال 2600 جنيه وهو ده الكل اللي معاها، ومفيش اختيارات كتير قوي في الفئه دي. يا اما موبايل فيه شاشه كبيره مثلا بس دقه اتش دي بلس، يا اما موبايل بطاريته وحشه، يا اما يعني ما بتلاقيش موبايل فيه كل حاجه في فئه ال 2600 جنيه، فالاختيارات فيها ما بتبقاش كتيره قوي. الموبايل ده فيه كل حاجه، بيقدم لك كل حاجه في الفئه دي، بيقدم لك شاشه بدقه فول اتش دي بلس ومعالج من سناب دراجون، معالج قوي، بطاريه 6000 ملي امبير مع شحن سريع وكاميرات ممتازه. انا بتكلم هنا عن البوكو ام 3. بوكو فون للي ما يعرفش هي تبع شركه شاومي، فهنقول ان ده موبايل شاومي عادي جدا. فشاومي بوكو ام 3 زي ما انا قلت هو افضل جهاز ب 2600 جنيه لغايه وقت تنزل الفيديو ده، لغايه ما ينزل حاجه افضل منه. ليه هو افضل موبايل؟ لان هو زي ما قلنا بيقدم لك كل حاجه في الفئه دي، بيقدم لك شاشه 6.5 بوصه بدقه فول اتش دي بلس، مش بنلاقي خالص الدقه دي في السعر ده، في موبايلات ب 3000 جنيه كمان لسه لغايه دلوقتي دقتها اتش دي بلس، ده فول اتش دي بلس. الشاشه هنا اي بي اس، الوانها كويسه، سطوعها تحت اشعه الشمس كويس على فئته السعريه. اي نعم فيها ووتر دروب نوتش قديمه قوي من 2018، كنت اتمنى اشوف الخرم اللي في الشاشه اللي هو الهول بانش نوتش. وكمان فيها حافه من تحت، مش هقدر اقول كبيره او صغيره، يعني حافه متوسطه برده، مش اصغر حاجه في الفئه السعريه دي، ولكن كون ان احنا بناخد شاشه فول اتش دي بلس ب 2600 جنيه ده شيء كويس جدا. يعني الموبايل كله مصنوع من البلاستيك، وده عادي جدا في الفئه السعريه. هنلاقي الموبايل في تكتشر كده كانه جلد من ورا، تحس ان ظهره جلد كده بس هو بلاستيك عادي جدا. وعندنا المستطيل الكبير جدا جدا بتاع الكاميرات، واللي شكله عاجبني، مكتوب كلمه بوكو كده باللون الابيض، شكلها برده عاجبني، تصميم جديد وتصميم حلو قوي. عندنا البصمه هنا في جنب الجهاز، بصمه سريعه وكل حاجه، اول ما تمسك الجهاز هتفتح. ولو بصينا من فوق كده هنلاقي الهيدفون جاك وفتحه المايك الثاني للنويز كانسليشن، وعندنا فتحتين من فوق وهما بتوع السماعه الثانيه، لان الموبايل ده في فئه ال 2600 جنيه فيه دول سبيكرز، في ستيريو سبيكر، سماعه يمين وسماعه شمال، وده في الفئه السعريه دي مستحيل تلاقيه. موضوع الستيريو سبيكرز والكلام ده بيبقى موجود في موبايلات ب 4 و5000 جنيه، وساعات مش بيبقى موجود فيهم. ارخص موبايل كان بستيريو سبيكرز كان انفينكس نوت 8 تقريبا، وهو كان سعره 3200 جنيه. كون ان احنا نشوف الموبايل ده ب 2600 جنيه في الستيريو سبيكرز حاجه كويسه قوي، وصوتها حلو على 2600 جنيه، صوتها حلو، سماعات حلوه. لو بصينا من تحت برضه هنلاقي اليو اس بي تايب سي، ده شيء كويس جدا برضه في الفئه السعريه. وكمان الموبايل جاي بدعم شحن سريع 18 واط بقدره 18 واط، والبطاريه هنا بتاعته 6000 ملي امبير، بيشحن البطاريه من 0% هي اي نعم في ساعه ونص او حاجه، ولكن عشان هي 6000 ملي امبير بتشحن بطيء، ولكن عندنا الشحن السريع برضه 18 واط وال 6000 ملي امبير بكل تاكيد هتكمل معاك اليوم ويوم ونص كمان. طيب اداء الجهاز ده بقى ايه؟ الجهاز ده جاي بالمعالج اللي هو سناب دراجون 662. كنا شفنا المعالج ده في فئات متوسطه او في موبايلات فئات متوسطه ب 4000 و5000 جنيه السنه اللي فاتت، ودلوقتي بنشوفه في موبايل بنص سعرهم. الموبايل اللي معايا ده 4 جيجا رام 64 جيجا، في نسخه منه ثانيه 428 ولكن دي 64. الاداء العام بتاعها كان كويس جدا، ما لاحظتش فيه اي تهنيج او حاجه، يمكن كان في تقطيعات كده في الانيميشن في السوفت وير، واللي بقينا معتادين عليها من شاومي الصراحه موضوع التقطيعات في السوفت وير ده، ولكن غير كده كتهنيجات نفسها او فريز او حاجه ما لقيتش فيه اي مشاكل. وبالنسبه للالعاب قدرت ان انا العب ببجي هنا على اعلى اعدادات اللي هي الاتش دي هاي، وكول اوف ديوتي على فيري هاي فيري هاي، فما عندكش مشكله بالنسبه للالعاب. عندك كمان الستيريو سبيكرز مع الالعاب مع 6000 ملي امبير، فده ارخص جهاز هتقدر ان انت تلعب عليه الصراحه ببجي وتستمتع كمان باللعب، لان عندك ستيريو سبيكرز وعندك بطاريه 6000 ملي امبير وكده، هتستمتع بالجهاز ب 2600 جنيه. طيب عندنا ثلاث كاميرات هنا ورا، 48 ميجا بكسل اساسيه، 2 ميجا بكسل للعزل و2 ميجا بكسل للماكرو. ما عندناش للاسف كاميرا الترا وايد، ودي حاجه بتضايقني جدا، خصوصا ان في موبايلات في الفئه السعريه دي فيها كاميرات الترا وايد، للاسف هنا مفيش كاميرا الالترا وايد، ولكن غير كده هتاخد صور معقوله على فئه الجهاز السعريه، مش افضل حاجه الصراحه في الفئه السعريه، ولكن هتاخد صور معقوله تقدر ان انت تصور بيها، مثلا لو بتصور ورق، بتتصور مع صحابك، حاجات في السريع كده هتقدر ان انت تصور بيها مفيش مشكله. الكاميرا الاماميه برده 8 ميجا بكسل، يعني للاسف برده مش افضل حاجه في الفئه السعريه، يعني تفاصيلها مش كانتش افضل حاجه، الدايناميك رينج بالذات كانت بتفرقع الخلفيه ورايا وكده. يعني من الاخر الموبايل ده مش بتاع كاميرات قوي، هو في كاميرات كويسة تقدر ان انت تستخدمها عادي، ولكن مش افضل كاميرات في الفئة السعرية دي. الموبايل ده موجه للاداء، الموبايل ده فيه معالج زي ما قلنا سناب دراجون 662، 4 جيجا رام 64 جيجا، ونسيت اقول لكم ان الذاكرة الداخلية دي من نوع يو اف اس 2.1، ودي نادرة جدا
يعني تكاد تكون مش موجوده في الفئه السعريه دي خالص. نوع الذاكره دي سريع جدا وبنلاقيه في الموبايلات ب 5-6000 جنيه، كون ان هم حطوه في الموبايل ده حاجه كويسه قوي. فزي ما قلت الموبايل ده مش موجه للكاميرات، هو موجه للاداء والبطاريه وكده والالعاب، تعرف تلعب الالعاب كلها عادي جدا من غير مشاكل. عندك ستيريو سبيكر زي ما قلنا، عندك البطاريه 6000 ملي امبير. يعني الموبايل ده معمول للاداء، وده اصلا عاده بوكو، يعني عاده شركه بوكو ان هي بتعمل موبايل اداء بس. وفي الاول وفي الاخر يا جماعه ده موبايل ب 2600 جنيه، موبايل اقتصادي وفي كل ده، فده حاجه ممتازه جدا. وده زي ما قلت في عنوان الفيديو وفي اول الفيديو ان ده افضل موبايل ب 2600 جنيه هتشتريه. بس كده، دي كانت كل حاجه عن البوكو ام 3. قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، وايه رايكم في الموبايل ده، وهل فيه احسن منه ب 2600 جنيه وانا مش واخد بالي ولا لا؟ قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، وما تنساش لو عجبك الفيديو واستفدت منه تدوس لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بقدمه. كان معكم محمد سامي، اشوفه في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.